نجو ثالث جزء اللي هو الأسئلة، فاهم؟ كيف ما قلت، في نوعين من الأسئلة، يا إما أسئلة تكون متوقعة باهي، وأسئلة على الأغلب بيسألوها الكل achievers أو كل اللي وصلوا لمرحلة الانترفيو، وفي أسئلة يعني نقول أثناء الانترفيو حيسألوا، يعني أسئلة غيرها. يعني أول سؤال أنا سألوا لي، أنه هو مش سؤال، يعني أنه هو بس introduce yourself، عارفي بنفسك. الجواب هنا بحاول تكون مختصر على قد ما تقدروا، ليش؟ لأنكم يعني أنتوا في خلال الانترفيو كلها تبي تحكوا، حتحكوا بتفاصيل، وفي حاجات حتى يعني ممكن طريقة حديثكم أو نقولوا الشخصية بتاعك، يعني كلها حتبان بعدين. يعني أنت ما فيش داعي تطول، خليها مجرد سطر أو سطرين. اسمك، في اللي يقول عمرك، عمره أو لا، خبرة متاعك، المجال متاعك، وأنت توا تبي تقرأ ماستر يعني في أي تخصص، يعني يقول تقدر تقولها. يعني ممكن تزيد معلومات يعني على حسب أنت رغبتك، لكن هذين نقولوا الحاجات الأساسية. الحاجات الأساسية اللي أنت أو تقول إنك أنت مثلا نشط في مجال معين، في ناس نشطة في حقوق الإنسان، تقول مثلا أنا نشطة في حقوق الإنسان ولا في الـ NGOs بصفة عامة، فتقدر تقدر تذكرها في الـ يعني introduction. الحاجة السؤال الـ يعني أول سؤال سأل لي كان سؤال جدا عام، بعد ما سألت زملائي في ناس نسألهم السؤال هذا، وفي ناس على طول سألهم على الليدرشيب وبدلهم في أول سؤال. سؤال عام كان سؤال كان من أحد الانترفيو اللي هي كانت في مجال الطب، قالت لي عليا كيف أنت ماشية في مجال الطب وماشية في مجال التخصص اللي هو تو أنا نقرأ فيه، وكان السؤال جدا عام، وقالت لي أنا نعرف إن الطب يستهلك مدة طويلة، من يعني يستهلك يعني إن هو نقول الوقت أو عدد ساعات الشغل هو عدد كبير، كيف ليش أنت مهتمة بتخصص ثاني أو في تخصص أخرى؟ فكان شفت السؤال جدا جدا عام، وكأنه ممكن شخص آخر. طبعا حاجة ثانية، أي سؤال بينسألك ما تاخدش إنه هو سؤال شخصي أو سؤال هجومي أو لا، كل الأسئلة هي أسئلة بيعرفوا أنت ليش درت الشيء هوا، وأنت كيف بتجاوب، وحقيقة الطريقة اللي أنت تجاوب فيها أهم من حتى مرات الكلام اللي أنت تقوله، باهي؟ فما تاخدوش أي سؤال ينسألكم شخصي بأي طريقة كان. فكان كيف ما هو السؤال كان عام، أنا جوابي كان جدا جدا عام وكان مختصر، يعني ما كانش نقوله طويل وهكي. في أجوبة، أنت في أسئلة تبي تجاوب عليها بطريقة جدا طويلة، في أسئلة تبي تجاوب عليها نقوله بطريقة مختصرة، مش بطريقة طويلة، فاهم؟ بعد السؤال الثاني كان على الليدرشيب، كيف ما قلت لكم أغلبية الأسئلة يعني مقدمة شنو هي الليدرشيب، وعطينا مثال، فاهم؟ خلال في سؤال تكرر أكثر من مرة، فاهم؟ كان هو يقولوا لي شنو المعوقات اللي صارت لك في الحدث هوا، يعني أنت باهي درتي الشيء هوا أو المثال بتاعك هذا، لكن قولي لنا شنو هن المعوقات. فهذا تكرر أكثر من بأكثر من شكل، شنو هن المعوقات في أكثر من سؤال. فممكن شيء أنا الشيء هوا ما كانش في بالي الحق وما جاوبتش دغري، يعني في أسئلة معينة، مثلا في أسئلة معينة أنت مثلا إنك أنت مشتغل الشيء فأنت أكيد عندك تفاصيل، يعني أي حد بيسألك على تفاصيل حتجاوبهن، لكن مثلا في معوقات. مثلا أنا بالنسبة لي أنا كشخصيتي أنا مش شخصية، يعني أنا بعد ما الشيء ينتهي نبقى نتذكر في المعوقات، هذا مش جزء من شخصيتي. في ناس مثلا عندهم الدقة أو عندهم يقدروا يتذكروا، فأنا ما كنتش نبدأ نجاوب هيك، أو أنا بكش يعني ساكتة، يعني ناخذ الدقيقة مرات نفكر فيها، لكن ما كنتش نجاوب على طول. فوقت اللي أنا كنت نتذكر نقول لهم، يعني وقت اللي أنا مش نقوله خلاص فات السؤال، يعني كنت ما زدت قدر بديت نجاوب أو نقول أي حاجة، بعدها نتذكر أو بعدها نقوله يعني وصلت خلاص، أو هما بدوا يسألوا فيه مثلا بسؤال آخر نقول لهم آه تذكرت في كذا صار وقدرنا نتغلبوا على المشكلة هذه بالطريقة هذه. يعني أنا عادة حيسألوا لك شو المشكلة صارت، كيف أنت تغلبت عليها. بعدها النتورك حتى هو نفس السؤال، شنو هو طبعا نحن تو طقينا في أي سؤال، طقينا تقريبا في السؤال الرابع.
أول سؤال قلنا شنو هن، عرفنا هو مش سؤال يعني، عرفوا بنفس leadership. حتى لو ما قالوا لكش عرفنا أو قول لنا شنو هي leadership بالنسبة لك تبي تقولها، حتى networking أبدأ أنت أبدأ عبر يعني، مش على طول تقول لهم المثال، قول لهم والله مش والله طبعا، قول لهم بالنسبة لي مثلا leadership هي كذا كذا، وكمثال لها هيك انا صار كذا كذا، بعدها تعطيهم طبعا تفاصيل باهي. بعدها نجو للمثال الثاني او السؤال نقول الثالث، بعد انه هو سألو على الليدرشيب، والسؤال سوري السؤال الرابع، طقينا في السؤال الرابع او الخامس تقريبا هيك توتال جو مكتوب له في اي سؤال، طقينا في النتوركينج، شنو هي النتوركينج؟ بعدها بتقول نتورك، بتعطي مثال لكي وتكون انت مجهز اي مثال، وحيسألك حتى هو شنو هن الاوبستكلز، وحتى هو نذكرني انا ما ذكرتهاش على طول في الاول، بقيت نحكي لهم على شيء ثاني، بعدها ذكرته وقلت لهم هيك صار وما كانش في مشكله قدرنا نتغلبوا عليه وندرنا كذا كذا باهي. بعدها سألوني على الأنشطة الغير أكاديمية يسموها extra curriculum activities، قالوا لي شن هن الحاجات اللي أنت مهتمة فيها قبل حتى extra curriculum activities، ليش اليوكي، ليش أنك أنت بتقل في اليوكي. فأنا هنا استخدمت نفس الأسباب اللي أنا استخدمتهن في الاسي متاع اليوكي، لكن انا بديت نحكي شنو، بديت نحكي بتوسع اكثر، بديت نعطي في تفاصيل اكثر باهي. بعدها سالوني على الاكسترا كوريكولم اكتيفيتيز باهي، وهنا وقالوا لي شنو حابه ديري في اليوكي، بانت وصلتي اليوكي شنو حابه ديري باهي. وشوية بقيت نحكي لهم قبل السؤال هذا ذكر سؤال ثاني قبلها، قالوا لي بانت جيتي لليوكي شنو انت الحاجات اللي مش ممكن تواجهين او التشالنجز او المشاكل اللي ممكن تواجهين بما انك جيتي هنا لليوكي، فانت بتعطيهم سبب او اثنين، حتى هو من الحاجات اللي انت ممكن تفكر فيهن شنو هنا، ممكن في شخص يحكي على جانب الاكاديمي، في شخص يحكي على انه هو ممكن يكون بعيد عن اسرته او عن اهله، ممكن يحكي عليه بتفاصيل، هو الموضوع هذا كيف ما انت تبي تجاوب يعني. سألوني على الاكسترا كوريكولم اكتيفيتيز، انت شن حابه تديري غادي به. واحده من الحاجات اللي انا ذكرتها شوي قلت لهم اني انا، وهذه انت بس اذكرها لو هي فيك يعني، مثلا في حاجات او بالذات الاكسترا كوريكولم اكتيفيتيز، يعني انا نعرف مثلا اشخاص مثلا بنات يديروا في كروشيه، ممكن تحكيها روهان، اقول والله في كروشيه، او في ناس ترسم، في مثلا في ناس تلعب في الرياضة باهي، أو تلعب في نوع معين من الرياضة باهي، فأنت تحكي مثلا أنا مثلا نلعب في كورة، فتوه بعد ما نمشي غادي حابين نشترك في سبورت سوسايتيز اللي في الجامعة، بنشترك مثلا في السوسايتي هذه في السوسايتي هذه، فأنت تقول لهم إني أنا بنشترك في أكثر من مكان، وهذا تقدر تديره بكل سهولة باهي. فأنا شن قلت لهم؟ قلت لهم أنا أصلا أنا قلت لهم أنا إنسانة نشطة ونحب الطبيعة ونحب ويعني ونحب نتمشى ونحب ندير رياضة، قلت لهم بدليل إني أنا قبل الانترفيو، قبل ما نبدأ الانترفيو كنت ندير في المورنينج روتين بتاعي، وكنت ندير في الرياضة، فهي عجبتهم بكل، وبقوا بعدها انتراكشن بقى بيناتنا، وبقينا نحكوا على الموضوع هذا. طبعا الشيء هو كيف ما قلت، بتحكي شيء انت اريد تديره، وبعدها فتحنا على موضوع انا شو بدير في اليوكي، وحكينا على واشياء انا كنت اوريدي او كنت ذكرتها في الاسيز بتاعتي، فانا قدرت نربط بين الاسيز بتاعتي وبين انا الكلام اللي قلته. فهو الشيء هو معتمد على هواياتك وعلى الاشياء اللي انت فعلا تديرها، تبي تدور انت في حاجات تقدر دي، تقدر تحكي طبعا على الميوزيومز، تبي تحكي على الارت جاليريز، عندك في ناس مثلا عندها هوايه او عندها شغف بالهيستوري وبالتاريخ وبالروايات تقدر هذا كله تحكي عليه. فهو معتمد بكل يعني، معتمد بشكل كبير على شخصيتك. الحاجه الاخرى اللي السؤال اللي بعدها انا شن درت؟ بعدها قلت لهم انا عشان بعد ما حكينا على الاكتيفيتيز وحكيت لهم على النشاطات وحكيت لهم انا غادي شن بدي، مشيت انا قلت لهم عشان هيك انا اخترت الجامعات،
اي لو انتم تلاحظوا في عندك مسارين في الانترفيو على حسب انت تحس روحك يعني متريح، في مسارين، يا اما انت تقود الانترفيو مش من بدايتها، ممكن في ناس اشخاص من بدايتها او في نص الانترفيو، يا اما انت تقود الانترفيو مثلا انت تحكي تفتح من موضوع الموضوع هو شيء هذا يعتمد عليك ويعتمد على شخصيتك، او انك انت تكون مستقبل اللي هم تخليهم يوجهوك كل سؤال سؤال، وهذا كيف ما انت يعني على راحتك، يعني مش معناها ان هي شيء هو يعني بيحسب ضدك او اي شيء، بالعكس يعني عادي. فانا في اللحظة هذه انا كنت انا كأني ندير leading الكونفرزيشن، كيف اني انا قلت لهم عشان كيف اخترت الجامعات، ومنها بديت نحكي على الجامعات وانا ليش اخترتها، وبقيت نحكي على الكورس متاعي ان جنرال، وبعدها بقيت نحكي على موديولز معينة انا حناخذهن وهكذا. فانا نعتبر هنا درت جايد شوية للانترفيو ومشيتها نقوله للتخصص ومشيتها للجامعات. بعدها هذينا طبعا طقينا نحن توا 7 أسئلة، ما بيش نخلي الفيديو يطول اكثر من هيك. نتمنى انكم انتم استفدتوا، لو انتم حابين تعرفوا باقي الاسئله يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، اي حد عنده او وصل للانترفيو عنده اي سؤال يكتب السؤال متاعه في الكومنتس وانا حنرد عليه باذن الله، حنرد عليه قبل موعد الانترفيو متاعه. وجود لك. في حاجة أساسية هي ما حكيناش عليها، اللي هي ضروري يكون عندك ثقة أنك أنت وصلت بأنك وصلت الانترفيو، معناها أنك أنت 50% أو فوق 50% الانترفيو نقدر نقوله، أو نقوله تشيفنر مقتنعة بيك أنك أنت سكولر، أو أنك أنت واحد من الفائزين عندها. فخلي عندك ثقة بالنفس أنك أنت حتوصل أو حتفوز بالمنحة. بس هذا هو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، بالتوفيق والسلامة.